طيب هنروح مع حضراتكم نشوف موهبة تانية، أحمد عبد الفتاح داخل برنامج الكابيتانو، وبعد كده نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج التساعة، خليكم مستنين. صراحة الله كويس أحمد عبد الفتاح ابن اسكندرية، هو كان أفضل اللعيبة اللي موجودين في المباراة. الكرة اللي أحمد شالها ودي كانت صعبة جدا، التكنيك اللي شال بيه الكرة أكبر من سنه. عبد الفتاح بتشيل الكرات، راح عبد الفتاح شال الكرة منع الكرة.